قبل حضرتك كان شياكه وجمال والحلاوه دي. ما برضو الرجاله بتلبس حلوة. ده انا متكلف قوي عشان المهرجان. بكامل البدله دي يا استاذ جمال؟ لا خليها مستوره كده اجار. مجرها من عند المجوله. لا الفنانين بيأجروا الحاجه. لا انا ما اعرفش. لا كان زمان باوروبا على فكره تقدر تأجر توكسيدو، لانه بدلات التوكسيدو دي اللي لبسناها بالافتتاح دي غاليه شويه، عرفت ازاي؟ وانت هتلبسها بقى من مهرجان لمهرجان، فتلاقي اوروبا تقدر يعني في ناس يعني بيأجروا البدلات دي. حضرتك ممكن تلبس بدله مرتين او ثلاثه في مهرجان واحد ولا لا عشان الكاميرات؟ ليه لا؟ مرتين وثلاثه واربعه وخمسه يعني عادي. ليه هو؟ يقول زي ما هو عاوز يقول. دي بدله حلوه ولسه يعني محافظه، وانا لبستها ليله في افتتاح مهرجان وكذا، فجيت لبستها بعد ست شهور او ثلاث شهور او سنه في مهرجان تاني. المهم ان هي بدله انيقه ولذيذه وكذا. طبعا ليه لا؟ الاعمال الجايه بقى، عايزين نتكلم على الاعمال الجايه يا استاذ جمال. ده في ناس يعني مخرجين وناس يعني عالميين بيلبسوا البدله 10 سنين. المهم انه ما يبقاش تخين. يفضل يلبسها لحد ما هو بقى يتخن وتبقى مش. بس في بدل عزيزه على الاستاذ جمال سليمان. طبعا. ايه البدله يعني اللي انت بتلبسها او معتز بيها؟ لا انا في عندي بدله اشتريتها يوم فرحي فلبستها بكذا مهرجان، كذا افتتاح مهرجان. اخرهم ايه؟ لا اخرهم كان من حوالي 10 سنين تقريبا. او 12 سنه كده. لسه موجوده والله ولذي. لا 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 خلاص يعني طلعت على المعاش. خلينا على الشياكه دي النهارده، كل يوم يوم طعمه احلى من اليوم اللي قبله. ربنا يخليك. ميرسي. لا ده توب من عندي انا، ديزاينر ايطالي، وبنطلون قديم عندي مش اي حاجه بقى. الفنانين بيأجروا فساتين وكده ده صح؟ مش بيأجروا، ما حدش بيأجر حاجة. لا طبعا هو في الديزاينرز الشباب والكبار بيلبسوا الفنانات زي ما موجود في أي حتة برا مصر. دي بيبقى فرصة إن يوروا الجديد عندهم، وإن الفنانات برضو تلبس أحلى لبس. ومثلا النهاردة الأكسسوريز بتاعتي البيجو، يعني الدايموندز من بيجو، وكل يوم بيلبسني حد مختلف مثلا كأكسسوريز أو كدايموندز. ما فيش واحدة ممثلة هيبقى عندها كم الألماظات دي، يعني إنها كل شوية تغير بحاجة جديدة يعني. لا لا بس الناس فاهمة. لا على فكرة الجمهور واعي جدا وفاهم إن الحاجات دي ما بتبقاش حاجاتنا إحنا الشخصية. الفساتين بنلبسها بيبقى بتتعمل خصيصا لينا، أو ساعات بيبقى كولكشن موجودة من قبل كده، وبننقي حاجات تتظبط علينا وبنطلع بيها الريد كاربت. طبعا بيبقى في جزء منها أذواقنا وحاجات بتتعمل خصيصا لينا، بس ما فيش حد بيأجر حاجة يعني.